أعزائي الطلاب والطالبات، من خلال ما سبق نجد أن للميزان الصرفي حروفا وهي الفاء والعين واللام، وهذه الحروف هي حروف الميزان الأصلية. وتعرفنا كذلك على طريقة وزن الكلمات، ونلخصها في هذه الخطوات المهمة. 1- نرجع الكلمة إلى أصلها الماضي المجرد. 2- نقابل أصول هذه الكلمة بأصول حروف الميزان وهي الفاء والعين واللام. 3- نتعرف على حروف الزيادة من خلال عرضها على الحروف الأصلية في الميزان، وقد تحذف من الكلمة حروف كذلك، فنحذف في مقابلها من الميزان حروفا مثلها. وفيما يلي أعزائي الطلاب نتابع وإياكم هذه التمارين، فكونوا معنا. تمارين. السؤال الأول: زن الكلمات الآتية. تفهم، أكرم، سمع، استجمع. أولا نزن الفعل تفهم، وسنتبع الطريقة التي استفدنا منها فيما مضى، وهي كالتالي: نرجع الفعل إلى أصله المجرد الذي هو فهم، وهذا فعل ماضي مجرد مكون من 3 أحرف. الخطوة التالية: نقابله بالميزان، فيكون الفاء في الفعل يقابله الفاء في الميزان، والهاء في الفعل يقابله العين في الميزان، والميم في الفعل يقابله اللام في الميزان كما نلاحظ. ثم نأتي بالحروف الزائدة على الفعل فهم، نجد أنها في الفعل المعطى لنا تفهم هو التاء، فنضع التاء على الفعل فهم، ونضعه كذلك على الميزان فعل، ثم نضبط الفعل كما أعطي لنا، فنضع التشديد على الهاء ويقابله العين، فيكون وزنه هكذا: تفهم على وزن تفعل. وفي الفعل سمع نلاحظ أنه فعل ماض مجرد، أي ليس فيه حروف زيادة، نقابله بالميزان، فالسين يقابل الفاء، والميم يقابل العين، والعين يقابل اللام. سمع على وزن فعل. نلاحظ الحركات الثلاث التي على الفعل سمع تطابق الحركات الثلاث على الميزان فعل، فنقول سمع على وزن فعل. الفعل أكرم نرجعه أولا كما كنا إلى أصله الماضي المجرد، فيكون كرم، نقابله بحروف الميزان كما مر معنا. ثم نأتي بالحروف الزائدة وهي هنا الهمزة في أول الفعل كما نلاحظ، ثم نضيف الهمزة على الميزان. بعد أن أضفنا الهمزة على الفعل نضيفه على الميزان كذلك، ثم نضبط الكلمة ونضبط الميزان بناء على ضبط الكلمة كما نلاحظ، فالهمزة مفتوحة وكذلك الهمزة في الميزان مفتوحة وكذلك باقي الحركات. وعند قراءة الفعل نقول أكرم على وزن أفعل. وفي الفعل استجمع نرجعه أولا إلى الماضي المجرد وهو جمع، ثم نقابله بالميزان فعل، ثم نأتي بالحروف الزائدة وهي الألف والسين والتاء، ونضعها كذلك كما نلاحظ على الميزان.
إذن وضعنا حروف الزيادة في الفعل وفي الميزان وهي الألف والسين والتاء، ثم نضبط الفعل بهذه الطريقة. نلاحظ أن الفعل استجمع ضبط بالشكل الآتي: السكون على السين يجب أن يقابله السكون على الميزان، والتاء في الفعل مفتوح يجب أن يكون التاء في الميزان أيضا مفتوحا، والسكون على الجيم يقابله السكون على فاء الميزان، والفتح على العين يقابله الفتح على عين الميزان. وعند قراءة الفعل نقول استجمع على وزن استفعل. اشرح بالخطوات المرتبة كيفية وزن الكلمة. سمير، واحد، نرد الكلمة إلى الماضي الثلاثي ونقابلها بحروف الميزان، فكلمة سمير عند إرجاعها إلى الفعل الماضي الثلاثي سنجد أن الفعل هو سمر، السين والميم والراء، ونقابله بحروف الميزان الفاء والعين واللام كما لاحظنا. اثنان، نضيف الحرف الزائد في الميزان كما نلاحظ، فكلمة سمير فيها الياء زائد على الفعل الماضي الثلاثي، ونزيد نفس الحرف في نفس المكان من الميزان، فنلاحظ أن الياء في كلمة سمير يقابله الياء في كلمة فعيل. ثالثا، نضبط الميزان بنفس حركات الكلمة، فكلمة سمير السين هنا مفتوحة والميم مكسورة والياء ساكنة، فنجعل الفاء في الميزان التي تقابل السين مفتوحة، ونجعل العين في الميزان التي تقابل الميم مكسورة، ونجعل الياء التي تقابل الياء في الكلمة سمير ساكنة، وعند قراءتها سنجد أنها تلفظ بهذا الشكل: سمير على وزن فعيل. أبنائي الطلاب والطالبات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.